إن كنت ذا قلب محب صادق ترنو إلى الله ورسوله فتأمل في أحوال العاشقين. إن تعلقت بالله ورسوله فلا يمكن أن تكون هناك خيبة، أما ما عدا ذلك فتعتريك أحوال البشر. الإنسان قد يكون شغوفاً بالدنيا، وقد يكون شغوفاً بالآخرة، وقد يكون شغوفاً بعمل، فأنا أحب شيء فاق توقعاتي وأقدره بتقدير خارج عن قدراتي. سلم هذا القلب لله واستسلم له جل جلاله وتعالى في علاه ليسلم لك هذا الحب، وعش خاليا، فالحب راحته عنا، فأوله سقم وآخره قتل.